كان عندنا وظيفة صفحة 8، أعطونا شراعي توجيه وبدوا المعادلة المستوى الناظر عم يطلع ناقص 2 نص 1 ناقص 2 زائد نص واي زائد زد زائد 3 بيساوي 0. ونحن قلنا ممكن نضربه بعدد، ممكن نضربه بناقص، ممكن نضربه 2، ممكن نضربه 4 إلى آخره. كان عندنا وظيفة مثال خارجي، أخذنا مستقيم الكرة، عم نعوض معادلات المستقيم الوسيطية بالكرة، تطلع معنا الدلتا ناقص 20 سالبة. طالما السالبة بنقول المستقيم لا يقطع الكرة أو المستقيم خارج الكرة. كان عندنا مثال خارجي مستوي الكرة، عم نقارن نصف قطر الكرة 2، كثير عالم خربطوا عملوها 4 لأن العدد العلمي يكون 4 هو جذر 2 هو الآر، ونقارنه مع الديستنس، الديستنس عم تطلع 1 على جذر 3. الاثنين اكبر من 1 على جذر 3، اذا انت ما عم تعرف تقارن عددين ربعهم، مربع 2 4 مربع 1 على جذر 3 الثلث، الاربعه اكبر من الثلث معناها هذيك اكبر. معناها قاطع، لما بيقاطع نحسب نصف قطر دائرة التقاطع من علاقة فيسا وكس اللي اخذناها، تطلع معنا جذر 11 على 3. كيف عم يسأل هون؟ كان عندنا وظائف هيك الأسئلة الهامة، السؤال الخامس، السؤال الخامس افتحوا لنا اياه، ما فرجنا اياه ساعه مكثفه. بين ان هذه النقاط تقع في نفس المستوى ثم اكتب معادله المستوى. ركزوا معي شوي، توجد طريقتان. الفكره اللي على اللوح مبرهنين انه ثلاث اشعه منهم مرتبطين خطيا، صح؟ لانه فائده ارتباط ثلاث اشعه احدى فوائدها اللي موجودين على الجلد من وراء إثبات أربع نقاط في مستوى واحد. اكتبوا الفكرة جنبك. غير الطريقة اللي أخذناها، في طريقة تانية نحكيها، نشكل ثلاث أشعة مرتبطة خطية، هيك ببرهنوا أربع نقاط في مستوى واحد. شو نعمل؟ نشكل ثلاث أشعة مرتبطة خطية. تعال نشوفها. حاطين شعاع AB بيساوي AC زائد AD، حاسبين الالفا والبتا ناقص خطوة هون للتأكد انه حاسبينها من وين؟ من واحد واثنين للتأكد محققين، كلهم يطلعوا محققين لأنه هي نفسها هي. فإذا بتاخذ هذا بدك تعوض بالوضع هي جاهزة نفسها. إذا هالأشعة تقع في نفس المستوى ومعادلة المستوى بتطلعينها بس ما كاتبين الطريقة. بالطريقة بنفرض ناظر عمودي على الشعاع الأول، عمودي على الشعاع الثاني، شعاعين غير مرتبطين، تطلع علاقة أولى، علاقة ثانية، نفرض سي عدد، هي معادلة المستوي. طالما معادلة المستوي هي معناها مضبوط، احنا قلنا وهم بدل معادلة المستوي ولا لا؟ اها، ثم اكتب معادلة المستوي، تمام؟ لهيك استخدموا هذه الطريقة. هلا لو كان السؤال أثبت هذه النقاط تقع في نفس المستوي، كان عندنا طريقة ثانية. نحذف نقطة نطلع معادلة المستوي ببرمج ثلاث نقاط، آخر شيء بنبرهن النقطة الرابعة تنتمي لهذا المستوي. بس هون لأنه في طلبين فعملوا أول طلب على ارتباط شو؟ ثلاث أشعة. إذا شوفوا وقت ارتباط ثلاث أشعة، أول فائدة إنه أربع نقاط في مستوي واحد، ثاني فائدة إنه الأشعة الثلاثة تقع في نفس المستوي، هي كمان فائدة. الأشعة الثلاثة تقع في نفس المستوي لأن الرؤوس تقع في مستوي واحد. وفي فائدة رابعة أخذناها البارحة بالدرس إنه واحدة منهم بتشكل مستقيم يوازي المستوي الناتج عن الآخرين. خطأ تطبيق كانت بضمن سؤال المكعب. نظام معي فائدة حلوين رغم الحزن، الحزن إن الناس اللي ما عم يشتغلوا ولا جاي عبارهم يشتغلوا. السؤال السابع، فرجينا السابع أنسى. لتكن النقطتان A و B، أوجد معادلة المستوي العمودي على القطعة المستقيمة في منتصفها. على فكرة هي نفس المستوي المحوري. طيب بين قوسين A أوجد المستوي المحوري، بس نحن خدعناكم ما كتبناها مستوي محوري عشان نعرف مين بده يكتشف إنه هي نفس مين؟ المستوي المحوري، لأن تعريف المستوي المحوري هو المستوي العمودي على القطعة في منتصفها. نحن قلنا المستوي بده نقطة وناظم. النقطة من وين بنجيبها؟ هي نقطة المنتصف. ونقطة المنتصف بيناتهم شو عم تطلع عندكم؟ 3 3 2. إذا هون بهذا السؤال بدنا نقطة المنتصف اي 3 3 2 والناظم ليك معوضة 3
مو 3-3-2 لا 3-2-1 طالما 12-2 شو معوضين هون خطأ طبعا خطأ 100% بدنا نعوض النقطة خطأ مين بدنا نعوضه؟ الآي واللي هي مين؟ المنتصف لذلك نعتذر عن هذا الخطأ من وين جبت الحل يا نتالي؟ من المحلول؟ غلط هذا المحلول اللي موزعينه بالمكاتب في بعض الأخطاء مو كثير أخطاء بعض بس واضحة جدا للدارس هلا الدارس أكيد ما راح يستخدم النقطة واضح جدا إنه هون شو في؟ في خطأ إذا شو بنعمل؟ شو كان الناظم؟ الناظم هو أبي نفسه عفوا الناظم 12-2-2 صح؟ معنا بتصير 12 في إكس ناقص 3 زائد 2 في واي ناقص 3 زائد 2 في زد ناقص 2 شو بيساوي؟ فكوا وقت تطلع معكم العلاقة المطلوبة السؤال شو عندنا كمان؟ تاسع انسى اوجد معادلة مستوي مار بالنقطة ويعامد مستويين معادلة مستوي مار بنقطة ويعامد مستويين اي حالة من الحالات هاي ذكرونا اي حالة من الحالات مستوي مار بنقطة ويعامد مستويين الحالة السادسة الحالة السادسة تو جنبها حالة سادسة نتأكد من الناظم طبعا ناخذ عمودي على ناظم الأول عمودي على ناظم الثاني عم يطلع الناظم ناقص نص 3-2-1 البارحة أسامة مثلا انزل تدرب قام شو عمل الزلمة مفروض ناظم أكل هاي الخطوة أكل هاي الخطوة عم يفرض سي تساوي الواحد هو عم يطلع الناظم طيب إذا ما في هدول كم تفرض سي تساوي الواحد وين العلاقتين؟ مفروض ناظم مفروض سي تساوي الواحد بعدين الله عم يعوضها بالشعاع أبي نفسه معادلة المستوي يطلع معه هيك أول شيء طيب ناقص اكس زائد 3 واي ناقص زد ناقص 7 بيساوي الصفر مضبوطة وظيفتكم؟ هون ولا هون؟ لا سالب موجب موجب اها موجب سالب موجب من هون ببين معنا صلحوها لهي ايش تطلع؟ زائد كيف انت فايدك انه يطلع معك انت اذكر الزائد يعني مع الزائد ضمه خلو ضمي بس ما ظهر في شيء هندسة قضينا يا